السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن تصميم الاي بيمز باستخدام الكود المصري الـ ASD. طيب ايه الفكرة اصلا بتاعة البيمز؟ الفكرة ان انا عندي عايز اعمل دور، الدور ده يكون القمر بتاعه كله عبارة عن ستيل بيم، وهصب فوقيهم خرسانة. طيب بنعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا في الاول باجي اقسم عندي ان انا بعمل مين بيم كده بالمنظر ده. انا دلوقتي برسم البلان، وبعد كده على المين بيم بتاعي ببدأ اقسم سكندري بيم، بالمنظر ده كده. طيب لو جيت خدت كروس سيكشن كده في اي كاميرا هلاقي ان دي عبارة عن اي بيم بالمنظر ده، واي بيم جنبيها كمان، وفوقيهم هلاقي البلاطة الخرسانة بالمنظر ده كده. طيب دلوقتي احنا عايزين نصمم كاميرا السكندري، واحدة من كاميرا السكندري وواحدة من كاميرا المين. دلوقتي احنا عايزين نصمم كاميرا سكندري وكاميرا مين. هنصمم ايه الخطوات اللي عندنا؟ اول حاجة هعمل ايه؟ هحسب اللود اللي جاي على الكاميرا بتاعتي. عايز احسب اللود اللي جاي على الكاميرا ده، وفي الاخر احسب المومنت اللي هو ام اكس، واحسب الشير اللي هو كيو اكس. يبقى انا كده حسبت اللود اللي جاي على كل كاميرا. تاني حاجة هعمل تشويس اوف سيكشن، يعني هختار القطاع اللي يتناسب مع الأحمال اللي أنا لسه حاسبها هنا. تالت حاجة هعمل تشيك إن القطاع اللي أنا اخترته ده يكون سيف. طب عندي كام تشيك؟ أول حاجة كومباكتنس، وده بشوف منه نوع القطاع بتاعي إيه، كومباكت ولا نون كومباكت ولا سلندر، عشان أحدد منها نسبة اللو بالستريس بالنسبة للإف ييلد هتبقى قد إيه. تاني حاجة هعمل تشيك على البندينج. تالت حاجة هعمل تشيك على الشير. رابع حاجة هعمل تشيك ديفليكشن. طيب خلينا ناخد مثال كده، اللي انا عندي ميزانين بالمنظر ده، المسافة بين السكندري بيم 1.5 والمسافة بين المين بيم 5 متر، ومديني ان تخانة البلاطة الخرسانة 10 سنتي، والفلور كفر 150، واللايف لود 300. اول حاجة قلنا احنا عايزين نحسبها، خلينا الاول نبدأ بالسكندري بيم. اول حاجة عايزين نعملها نحسب اللودز اللي جاي على الكاميرا. ايه اللودز اللي جاي على الكاميرا؟ انا دلوقتي الكاميرا اللي عندي دي عبارة عن اي، وقلنا فوقيها في بلاطة خرسانة. البلاطة دي تخانتها هي التي اس، يبقى الدبليو بتاع الديد لود بيساوي تي اس في جاما سي. تي اس 10 سنتي، يعني 0.1 في 2.5 عشان احولها لطن ومتر، تمام، زائد الفلور كفر 0.15 برضو حولته لطن. يبقى انا كده ده الدبليو ديد لود، والW لايف لود هو مدهوني 300 اللي هي 0.3. يبقى الW توتال اللي جاي عندي على الكاميرا بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع الاتنين دول اللي هو يطلع في الاخر مجموعهم يديني 0.7. الW توتال دي وحدتها طن على الميتر سكوير. ده معناه ايه؟ معناه ان ده وزن متر مربع بس من البلاطة. طب انا عايز اشوف الكاميرا اللي هي سكندري بيم، خليها مثلا ناخد كاميرا في النص اللي هي الكاميرا دي مثلا. الكاميرا دي السبان بتاعها 5 متر اهو، في سبورت هنا وسبورت هنا، وعليها لود هنا اسميه دبليو. طيب عايز احسب الدبليو ده، احسبه بقى ازاي؟ الدبليو بيساوي 0.7 مضروب في الجزء اللي شايلاه الكاميرا دي. طب الكاميرا دي شايله جزء قد ايه؟ هي شايلة المسافة بينها وبين الكاميرا اللي قبليها والكاميرا اللي بعديها، يعني هي شايلة نص المسافة دي كده
ونص المسافة دي كده، نص المسافة بينها وبين الكاميرا اللي قبلها والكاميرا اللي بعديها، فتبقى هي دي الجزء اللي شايلاه. طب انا عايز احسب الجزء ده قد ايه، انا مشيت هنا نص المسافة دي ومشيت هنا نص المسافة دي، فلو جيت هنا هتلاقي دي 1.5، انا مشيت نص 1.5 يمين ونص 1.5 شمال، فالمسافة دي كلها تبقى ايه، تبقى 1.5 برضه. يبقى دي هنا 0.7 في 1.5، ونزود عليه الاون ويت بتاع الكاميرا دي اللي هو 50 كيلو مثلا، يبقى في الاخر ده كله بيساوي 1.1 طن على المتر رن، عشان ده انا حولت الديستريبيوتد اللي هو بتاع متر مربع حطيته على الكاميرا، فبقى طن على المتر رن. دلوقتي بقى عندي الكاميرا شكلها عامل كده، والسبان بتاعها ده 5 متر، واللود اللي فوق هنا ب1.1. يبقى لما عاوز اجيب المومنت اللي على الكاميرا بيساوي W مضروبة في L تربيع على 8، والكيو اكس بيساوي W في L على 2. دي تطلع ب3.44 ودي تطلع 2.75، دي بالطن ودي طن في متر. يبقى انا كده عملت اول خطوة ان انا حسبت الاحمال اللي جاية لي على القمر. طيب تاني خطوة هعمل ايه، هعمل choice of section. طيب ازاي هعمل choice of section؟ هقول ان ال SX بتساوي MX مضروبة في 100 على 0.64 في الـ F field. يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ الـ MX احنا لسه حاسبينها 3.44 في 100 على 0.64 في الـ F field اللي هي هنا في السؤال 2.4 عشان ستيل 37. يبقى الكلام ده كله في الآخر بيساوي 223.9 سنتيمتر باور 3. طيب اعمل ايه بقى بالرقم ده؟ هنخش في الجداول، هلاقي في خانة كده الـ SX، هشوف الرقم قريب من ده بس يكون اكبر، تمام، وفي الاخر اختار IBE من الجدول ده، هلاقي ان القيمة القريبة دي هي IBE 220. تمام، يبقى انا كده عملت تاني خطوة اللي انا اخترت السيكشن بتاعي. فاضل لي تالت خطوة اللي انا اعمل ايه بقى، ان انا اعمل تشيك. يبقى تلاتة عايز اعمل تشيك. ايه اللي تشيك عندي؟ اول واحدة قلنا كومباكتنس، انا عندي قطاع الاي سيكشن شكله بيبقى عامل كده، تمام، وفي هنا حتة فيلت كده عند الكورنر. كل اللي اعمله اللي انا هقول السي على تي فلانج تكون اقل من 16.9 على جذر الاف فيلد. لو الشرط ده اتحقق يبقى هي كومباكت، لو ما اتحققش يبقى نون كومباكت. وبعدين اتش ويب على التي ويب يكون اقل من 127 على جذر الاف فيلد، برضو لو اتحقق يبقى كومباكت، لو ما اتحققش يبقى نون كومباكت. في الغالب الشرطين هيتحققوا والقطاع ده في الاخر هيطلع كومباكت. طيب فين بقى السي وفين التي فلانج؟ التي فلانج هي المسافة دي، دي التي فلانج. اجيبها منين؟ هتلاقيها موجودة في الجدول عند الاي بي 200، تشوف التي فلانج بكام. طب السي، السي هي المسافة من بعد الفلت لحد اخر الفلنج. طيب لو عايز احسب بقى السي دي احسبها ازاي، هتبقى بتساوي البي اللي هي المسافة دي كلها، دي البي ناقص تي ويب ناقص تخانة الويب اللي هي الحتة اللي في النص دي، ناقص 2 الراديوس عشان طرحت راديوس يمين هنا وراديوس شمال، كل ده اسمه في الاخر على الاتنين. يبقى انا كده حسبت قيمة السي. طيب وبعدين في بتاعة الويب
عندي اتش ويب بعد تي ويب. اتش ويب هي المسافة من هنا لحد هنا من بعد الراديوس برضو، هي دي كده الاتش ويب. التي ويب هي تخانة الويب. تخانة الويب هجيبها منين؟ هتجيبها من الجداول. الاتش ويب هجيبها منين؟ برضو هتاخد الدبس بتاع القطاع، هتطرح منه اتنين تي فلانج، تي فوق وتي تحت ناقص اتنين الراديوس. يبقى عندي قيمة السي دي بتساوي كام؟ 11 ناقص 0.59 ناقص 2 في 1.2 على 2. الكلام ده كله هقسمه في الاخر على التي فلانج اللي هي 0.92، بيساوي 4.35، يكون اقل من 16.9 على جذر 2.4 اللي هي بتساوي 10.9. فعلا الرقم ده اقل من الرقم ده، يبقى الفلانج عندي كومباكت. يبقى ده كده بالنسبة للفلانج. بالنسبة للويب، ال H ويب بعد T ويب هيبقى برضو 22 ناقص 2 في 0.92 ناقص 2 في 1.2 على T ويب اللي هي 0.59. الكلام ده هيساوي 30، تبقى أقل من 127 على جذر 2.4 اللي هي بتساوي 82. والرقم ده يبقى 30 دي أقل من الرقم ده، يبقى برضو الويب بتاعي كومباكت. طيب يبقى أنا كده عملت أول تشيك بتاع الكومباكتنس. تاني تشيك عندي قلنا هنعمل تشيك على البندينج. هنقول أول حاجة الـ F actual اللي هو الـ actual stresses بيساوي الـ MX على الـ SX. طيب الـ MX قلنا 3.44 مضروبة في 100 على الـ SX 2.52. طب اجيبها منين دي؟ هتلاقيها في الجداول برضو بتاعت القطاع اللي احنا لسه مختارين. الكلام ده يساوي 1.36 طن على سنتيمتر سكوير. المفروض الكلام ده يطلع اقل من الاف اللابل اللي هي كانت بتساوي كام؟ 0.64 الاف يلد، يعني 0.64 في 2.4 من عشرة اللي هي تطلع 1.536. بالرقم ده اقل من الرقم ده، يبقى ايه؟ التشيك بيندنج بتاعي سيف. تالت حاجة بعد كده هعمل تشيك شير. اللي تشيك شير الاف اكتشوال بتساوي كيو اكس على الاريا بتاعت الويب، يبقى بتساوي كام؟ احنا قلنا قايلين ان الشير بيساوي 2.75 على الاريا ويب. بتساوي ايه؟ بتساوي الاتش بتاع القطاع اللي هو 22 عشان ده اي بي 220، ده ارتفاع القطاع كله، مضروبة في التي ويب اللي هي كانت 0.59. هتلاقي الكلام ده بيساوي 0.26 طن على سنتيمتر سكوير. طيب المفروض الكلام ده يبقى اقل من الاف اللابل اللي هي بتساوي 0.35 في الاف يلد، يعني 0.35 في 2.4 من عشرة الاقيها بتساوي 0.84. يبقى الرقم ده اقل من الرقم ده، يبقى الشير بتاعي برضو سيف. رابع حاجة والأخيرة ديفليكشن. المعادلة بتقول 5/384 W life load مضروب في L power 4 على E في IX، عند مضروب في ده 5/384 ثابتة. W life load عايزين نجيب وزن ال life load بس،
ال ده طول الكاميرا، ال اي ب 2100، ال اي اكس دي الانيرشيا بتاعت الكاميرا هنجيبها من الجداول، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 5 على 384 مضروب في ال W life load بس اللي هي كانت 0.3 في 1.5، عشان اللايف لود كان 300 كيلو على المتر سكوير، خدت ال 300 كيلو حولتها طن وضربتها في السبيسنج عشان احوله على الكاميرا بتاعتي. طب دي وحدتها ايه؟ وحدتها طن على المتر رن. المعادلة دي كلها وحدتها طن وسنتيمتر، فانا محتاج اقسم الكلام ده على 100 عشان احولها طن وسنتيمتر، وبعد كده ابقى اضربها في ال L اللي هي طول الكاميرا 500 سنتي باور 4 على الاي ب 2100، والاي هنجيبها من الجدول 2770. الكلام ده في الاخر هيساوي 0.63، المفروض يطلع اقل من نسبان على 300. النسبان عندي 500، فيبقى 500 على 300 بيساوي 1.67 سنتي، وانا عندي 0.63 سنتي اقل من 1.67، يبقى الديفليكشن سيف. كده يبقى احنا خلصنا السكندر بيم. تاني حاجة عايزين نصممها هي المين بيم. هي نفس الخطوات بالظبط، كل الفرق ان دلوقتي لو جينا بصينا على المسألة بتاعتنا هنا، ادي اهي دي المين بيم بتاعتي، الطول بتاعها من اول هنا لهنا 1.5 × 6 مسافات يعني 9 متر. يبقى انا كده لما اجي اعمل المين بيم بتاعتي الاقي ان هي عبارة عن كاميرا الجدران بتاعها ده 9 متر. ايه الاحمال اللي جاية عليها؟ اول حاجة جاية عليها الاون ويت بتاعها، هنفترض مثلا 100 كيلو على المتر ران، وبعد كده جاي لي هنا رياكشنات السكندري بيم والمسافة بينهم 1.5 متر. طب الرياكشن ده اللي هو ايه؟ انا كان عندي كده سكندري بيم هنا كده واحدة وهنا واحدة، والسكندري بيم دي انا حليتها السؤال اللي فات وحطيت عليها لود وطلعت الرياكشن بتاعها، اللي هو الرياكشن هو الشير اللي هو كان بيساوي كام؟ ادي الشير اهو 2.75، يبقى الرياكشن ده 2.75. طب لما اجي احط هنا على الكاميرا انا عندي كام رياكشن؟ عندي رياكشن من الكاميرا دي ورياكشن من الكاميرا دي، يبقى 2 × 2.75 يبقى 5.5. اجي احط كده الكاميرا كده 5.5. طيب احسب المومنت ازاي بقى على الكاميرا دي؟ اجي احسب السيجما لود على الاتنين، اطلع الرياكشن اللي هنا والرياكشن اللي هنا، واجي اقف عند نص الكاميرا واحسب المومنت عليها من الجزء اليمين او من الجزء الشمال اي حاجة، يبقى اطلع ام اكس بتساوي قد كده والكيو اكس كمان احسبها، يبقى انا كده طلعت اللودز. يبقى انا كده حليت اول حاجة اللودز. تاني حاجة اللي تشويس اوف سيكشن هو نفس الكلام بالظبط، هيبقى ال SX بيساوي ال MX اللي انا حسبتها اضربها في 100 واقسم على 0.64 في ال F yield 2.4، اطلع ال SX بكام، اخش في التابلز اطلع انا محتاج IBE كام، بعد كده اللي تشيك اول حاجة هعملها كومباكتنس، تاني حاجة بيندنج ان الام اكس على الاس اكس بتاعت الاي اللي انا اخترتها تكون اقل من 0.64 الاف ييلد، تالت حاجة الشير ان الكيو اكس على الاريا ويب اللي هي الاتش في التي ويب يكون اقل من 0.35 الاف ييلد، رابع حاجة الديفليكشن
وهنا المفروض يتحل بحاجة اسمها كونجكت بيم، والدكتورة قالت إن هو في المين بيم بس ملغي من عليكو، لكن في السيمبل بيم في السكندري بيم هتحلوه بالقانون اللي احنا قلناه، لكن في المين بيم هيبقى ملغي من عليكم.